بس يمكن ربنا اداني اتكلم في نقطتين بس. يسوع قال لهم: انا هو خبز الحياة، من يقبل الي فلا يجوع، والذي يؤمن بي فلا يعطش الى الابد. هذا هو خبز الحياة، جسد المسيح ودمه. هذه هي شجرة الحياة التي حينما سقط آدم في الخطية وضع الله عليها حراسة مشددة، ملاك بسيف لهيب نار متقلب محدش يقدر يقرب منها. لكن بعد موت المسيح وقيامته أصبح الطريق مفتوح لهذه شجرة الحياة. كل من كان متسربلا بدم يسوع يجي الملاك يقول له: ايه، ارى الدم واعبر عن انت ليك الحق ان تاكل من شجره الحياه. هو جسد المسيح ودم المحطوط على المذبح كل يوم، ومتاح لكل واحد، متاح لكل انسان. عمر ربنا ما هيمنعه عن حد، بس تيجي وانت تايب، انت معترف، وانت حاسس بخطيتك. عشان كده في النقطة التانية اللي ربنا يتكلمني فيها النهاردة، المسيح قال لهم النهاردة ايه: من يقبل الي لا اخرجه خارجا. اي حد عايز يجي المسيح هيقبله. واحد يقول: ده انا يا ابونا بلاوية بلاوية كتير، خطاياي شديدة جدا، هروح له ازاي وبأي وش؟ أقول لك يا حبيبي، يسوع جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. حتى اللي ضاع وانتهت حياته خالص، أو اللي حس إنه ما فيش منه فايدة، ليه رجاء في يسوع، ليك أمل في يسوع. تعال بس أنت. من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. المسيح النهارده بيدي لكل واحد فينا رجاء. مهما كانت خطاياك، مهما كانت شرورك، مهما كانت أفعالك، تعال بقلب تايب ليسوع وهو يقبلك. ده يكفي تقف قصاد ربنا كده وتحس بخطاياك وتدمع دمعتين، تلاقي ربنا كده يقول لك إيه: حولي عينك عني لأن دموعك قد غلبتني. إذا يا رب أنت بتتغلب من حد؟ بتغلب من دموع التائبين. تعالى بقلب منكسر قدام ربنا وقول له: يا رب أنا ما استاهلش حتى إن أنا أخش المذبح، أنت هتديني من جسدك ودمك؟ يقول لك: أنا جيت مخصوص لكي يكون لكم حياة ويكون لكم إيه؟ أفضل. هو ده يسوعنا الحبيب. لك رجاء ما دام هتأتي مع يسوع. الرب يسوع المسيح له كل المجد، ما بيرفضش حد، ما بيرفضش حد، أيا كانت خطاياك هو هيقبلك، وهو هيغيرك، وهو يستطيع أن يعطيك حياة جديدة. تقول لي: يا ابونا ده أنا واقع في خطايا مش عارف أتخلص منها، حاولت كتير ومش قادر. ما عايز أقول لك ما تحاولش لوحدك، تعال له وقول له: بص يا رب، أنا جاي لك بضعفي، بعبلي، بخطيتي، بعدم إمكانياتي، أنا مش قادر. الخطية الفلانية دي يا رب مسيطرة علي ومش قادر أتخلص منها، أعمل إيه؟ أنا جاي لك، إديني نعمة وإديني قوة وإديني مقدرة عشان أقدر أتخلص من الخطية يا رب. بدوني لا تستطيع أن تفعلوا شيء. من غير يسوع، من غير شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد، مش هتقدر. لكن تعال وامسك فيه، تعال وشعبط في يسوع. لك رجاء ولك أمل في شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد. وحينما تأتي إليه زي ما قال لنا النهارده، ده وعده لينا النهارده، وعد ربنا لكل واحد فينا: من يقبل إلي إيه؟ لا أخرجه خارجا. مش هقول لك امشي بره، مش زي العالم. العالم لما يلاقي واحد وحش جاي يقول: انت جاي هنا ازاي؟ انت دخلت هنا ازاي؟ ايه اللي دخلك المكان ده؟ لا، المسيح هيفرح بيك. السماء تفرح بخاطي واحد يتوب اكثر من 99 بار لا يحتاجون. مهما كانت خطاياك،
تعال لشخص الرب يسوع، وهتيجي وهتأكل من شجرة الحياة فتحيا إلى الأبد. من يأكلني يحيا بي. هو قال كده، يسوع قال لنا كده، من يأكلني يحيا بي. تعال عشان تكون ليك حياة أبدية، عشان تعيش في حياة التوبة والنقاوة، تعال تقدم لجسد المسيح ودمه، تعال وقف قصاده، حسس بخطيتك، حسس بضعفك، حسس ان انت مش قادر تعمل حاجة لوحدك. تقول يا رب انا جاي لك عشان انت قلت كده، انت قلت من يقبل الي لا اخرجه. ربنا النهاردة محط الشرط، ما حدش قال فلان لما هيجي بس ما قالش بس ان تكون حالته كذا وكذا، لا، من يق اي حد هيجي ليسوع المسيح هيقبل. تعالى بضعفك بخطيتك، تعالى بعدم امكانياتك. امكانياتك ايه؟ مهما كانت امكانياتك صفر، لو امكانياتك صفر نحطها جنب الواحد اللي هو الله تبقى 10، لو صفرين تبقى 100، وكلما زاد عدد الأصفار في حياتك وأتيت إلى شخص الرب يسوع المسيح الواحد زادت إمكانياتك بإمكانيات الله. إيه رأيكم؟ تعالى لك رجاء، تعالي لك رجاء في شخص الرب يسوع المسيح. ربنا يعطينا نعمة وقوة، وما يسمعش عدو الخير اللي أحيانا يجي في ودننا، ولا أنت جاي تعمل إيه؟ هو انت بعد اللي عملته ده كله جاي ربنا؟ انا جاي له بعبلي بوسختي هو هينضف. اوعى تسمع لصوت ابليس يقولك مفيش منك فايده. لا، انت منك فايده، طالما فيك نفس على الارض انت منك فايده، والمسيح هيقبلك بس تجيله انت. تعالى له قول له ايه؟ ان اردت تقدر ان تطهرني، تعالى بس. من يقبل الي لا أخرجه خارجا. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. لبونا في طبخ بيمو